أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير، حياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد عبد الجليل بغازي. مساك الله بالخير. مساك الله بنور يا فهد، حياك الله وساعة المباركة يا أخوي. سعيد دائما متواجدي معك. بغازي تحب فالكاو؟ بغازي فالكاو صدق أبو فهد، يوم طبعا عملنا مع الشباب معرض رياضة صحيح. تاريخ كرة القدم الكويتية، تاريخ إنجازات صحيح، في صالة أحمد العدواني صحيح. متى كانوا أيام تركض العام؟ أي العام طيب شاء العام صاحب متحف الكويت لكرة القدم حقيقة يعني عرض فانيلا فالكاو، فانيلا فالكاو حقيقة أنا والله كالشعرين بيو فايدة صحيح، لأن هذا اللاعب بس تذكر مباراته مع إيطاليا شلون يعني الهدف اللي سجله، هدف التعادل وقيادته لوسط منتخب البرازيل صحيح، لاعب نجم يعني فعلا يعني اقتناء يعني الله يهنيه يعني اللي صاحب الموجه له تحيه صاحب متحف الكويت لكرة القدم صحيح من خلال هذا البرنامج، لأن فعلا يعني يملك حقيقه فنايل الفنايل افضل لاعبين العالم والكويت والعرب. الفنايل الموجوده بالمتحف الكويتي يا جماعه فنايل فوق الخيال، فوق ما تتوقعون، يعني فنايل الفنايل الاصليه نفسها اللي كانوا يلعبون فيها، لعب فيها باسل اللي لعب فيها، انا اللي اذكر منهم يعني ابراهيم خلفاني اللي لعب فيها، ايضا فالكاو اللي لعب فيها، نجوم من نجوم الاوروغواي اعتقد سنه 70، بعد كانت فنايل نادر، فنايل محليه، فنايل عربيه. انا صدق يوم وصلت انا فين فالكاو والله يا فهد صفنت، هذه الفنايل اللي كان يلعب فيها كاس العالم. انا قاعد اشوف الفنايل وهو طبعا صاحب متحف وهو طبعا يرتبها قبل افتتاح المتحف، فيوم قال لي هذه ما فالكاو والله قعدت جوالها صفنت بس تقعد تذكر والمسها صحيح، يلا فالكاو لا هذه لبسها الفنيله والحين هذه هي موجوده. ففعلا عندنا فوتبول هنا لاعب اسطوره هذا اللاعب يعني ابو فهد، يعني اول شيء طبعا هذه فوتبول مجله متخصصه لكره القدم، هذه عام 1982 اول شيء فجر جديد للكره المصريه، كذلك العراق بطل دورة الألعاب الآسيوية لكرة صحيح قدم، وماجد عبد الله الغائب الأكبر عن منتخب العرب صحيح، وتشخيص طبعا الإصابة، وفالكاو مهارة برازيلية زائد قوة بدنية أوروبية. شفت الفرحة هذه؟ هذا إيه؟ هدف على إيطاليا إيه نعم، في استاد اسبانيا هذا يقول لك ما انساها ابوي إيه، هذه الفرحة الهدف هدف التعادل كان كفيل ان يأهل منتخب البرازيل، لكن باولو روسي قاعدهم بمرصاد قول يقول. ايش رايك نشوف اول شيء يعني اول صوره توكال. اللي هي حق نورمان وايت سايد، نورمان وايت سايد لاعب ايرلندا ومانشستر يونايتد، مانشستر يونايتد ايرلندا، هذا اصغر لاعب في كاس العالم، لاعب مانشستر يونايتد ايرلندا صحيح الشماليه، نورمان وايت سايد. وايت سايد هذه صوره له مع منتخب النمسا في كاس العالم العراق 82، بطل دوره الالعاب الاسيويه في كرة القدم، فاز على الكويت هذه اي هني دورة العاب الاسيوية في نيودلهي، فاز على الكويت، علم انهم تقابلوا في المجموعات نعم، ومنتخب الكويت فاز عليه 2-1 نعم، لكن في النهاية فاز بهدف جميل لحسين سعيد بعد تمريرة جدا راقية من ناطق هاشم، فرد حسين سعيد في جاسم بهمن واحرز هدف الفوز، واستحق منتخب العراق الميدالية الذهبية كأول منتخب عربي يفوز ببطولة في ميدالية ذهبية في دورة العاب الاسيوية. طبعا منتخب الكويت فاز على كوريا الشماليه 3-2 صحيح، دور قبل النهائي نعم، لكن بالنهائي طبعا انتزع العراق اللقب بعد فوزه في النهائي على الكويت 1-0 صحيح، والسعوديه تفوز على كوريا الشماليه في المركز الثالث والرابع نعم، بعد ان اصدر الاتحاد الاسيوي عقوبة قرارا بخساره الكوريين 3-0 لتصرفاتهم اللا رياضيه، طبعا يعني كل هذا يصب في اطار الفخر والاعتزاز بالانجازات الكرويه للعرب في اسيا. اقول لك شغله، في البطوله هذه المنتخب الاول عربي العراق، المنتخب الثاني عربي الكويت، المنتخب الثالث عربي سعودي، يعني المنتخب الكويتي قدر انه يفوز على المنتخب العراقي، قدر يفوز على منتخب كوريا الشماليه 3-2 محبوب جمعه، مؤيد الحداد، عبد العزيز العنبري، ومنتخب العراق قدر يفوز على المنتخب السعوديه في قبل النهائي بنتيجه 1-0 احرزه حارس محمد هدف جميل جدا، وبالنهائي فاز على منتخب على منتخب الكويت طبعاً بنتيجة 1-0 نعم. بس نطلع فاصل بغازي، ايش رايك؟ اعزائي المشاهدين لا تبعدون، خلوكم معانا، فاصل قصير ان شاء الله وراجعين لكم.
المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملت حلقتنا. كنا نتكلم عن مشاركة منتخب العراق في دورة الألعاب الآسيوية وحصل على البطولة، لكن بوغازي تطرق أن منتخب كوريا الشمالية استبعد من مباراة مركز الثالث والرابع لأن في مباراة قبل النهائي اعتدوا على الحكم فعاقب الاتحاد الآسيوي في تلك الفترة المنتخب الكوري الشمالي وأبعده واعتبره خاسر في مباراة مركز الثالث أمام السعودية. شاركت في البطولة يعني شاركوا 16 دولة بينها 5 دول عربية، يعني قسمت الفرق 16 يعني 4 مجموعات، مجموعة الكويت كانت بورما والعراق والكويت ونيبال. حصيلت أهداف البطولة 73 هدفا، الكويت سجلت أعلى نسبة من الأهداف يليه العراق، احتل منتخب الكويت صدارة برصيد 13 هدف، دخل مرماه 5 أهداف، أما العراق فهي حلة ثانية برصيد 11 هدف ودخل مرماه هدفين. هذه طبعا نتائج مباريات يعني الهدفين دخلوا مرة بمنتخب العراق من الكويت يعني عنبري يوسف سوي. نعم طبعا هذا جدول ترتيب الفرق، العراق الكويت تصدرت المجموعة برصيد 6 نقاط العلامة كاملة، والعراق حل بالمركز الثاني برصيد 4 نقاط وبورما بمركز الثالث. هذا طبعا ماجد عبد الله الغائب الأكبر عن منتخب العرب، صورة للأسطورة صحيح ماجد عبد الله نجم نادي النصر المنتخب السعودي، حقيقة يعني هذه كذلك نجم النصر المنتخب السعودي ماجد عبد الله لم يتمكن من المشاركة في منتخب العرب، هذه صورة له مع النصر وهذه صورة مع منتخب السعودية وصورة لماجد في إحدى مباريات كأس الخليج السادسة ضد الفريق القطري. صحيح طبعا عندنا كذلك فجر جديد للكرة المصرية، هذه طبعا أعتقد إبراهيم عبدو، لا هذا مصطفى عبدو، مصطفى عبدو عفوا ومجدي عبد الغني، مصطفى عبدو. طبعا عادت الكرة المصرية من جديد تثبت قوتها ومقدرتها في القارة السوداء، أندية المصرية فوزها الكبير في مسابقتي كأس الكؤوس وأبطال النوادي الأفريقية. صحيح. هذه طبعا هني تظاهرات في شوارع القاهرة فرحا بإنجاز الأهلي، شوف الجماهير اعتقد الاهلي ومقاولون العرب ولا الزمالك اللي فاز، اي هذه طبعا مناسبه فوز الاهلي بطوله ابطال الدوري. نعم. واعتقد كاس الكؤوس لا مقاولون العرب، مقاولون العرب. يعني طبعا هذه فرحه مقاولون العرب فهد، هذه طبعا صح نجوم مقاولون العرب هذا حمدي نوح. هذا طبعا مولر في طبعا تقرير عنه جيرد مولر على متن يخته هو طبعا في مباراة دولية ضد بولندا، هذا صورة لمولر، هذا جيرد مولر طبعا هني آخر أيام رب اللحية. اي نعم وصلنا التجوري أبو غازي شاب. طبعا التجوري عندنا هذه الصورة لباولو روسي، ذاك الوقت كان هذه 82 نجم يوفنتوس صحيح إيطالي، 82 سنة باولو روسي. نعم. كان أفضل لاعب وحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم وفي أيضا أفضل لاعب في أوروبا. أعزائي المشاهدين مع الصورة الجميلة للكابتن باولو روسي هداف كأس العالم 82 برصيد 6 أهداف نصل لنهاية حلقتنا، تقبلوا تحياتي وتحيات أخوكم فهد العبد الجليل، إلى أن نلقاكم إن شاء الله بحلقات قادمة ومع السلامة.